تقبل الله يا شباب. اسمحوا لي كذا اتكلم بس شيء بسيط بعدين. تفضل. في شغله بس يعني لاحظتها الاغلب يغفل عنها. الله يجزاك خير. سوره الفاتحه في الصلاه. الله يجزاك. والله اني كنت ابغى اقول لك كنت بتكلم تحت الهواء. صدق والله. الله يجزاك خير. لا لا انا والله ما اقصد يعني بشكل عام اتكلم. إيه لا انا كنت هل بسالكم سؤال، هل البسمله في سوره الفاتحه واجبة أو سنة؟ أو هل البسملة هي آية في سورة الفاتحة؟ تعتبر آية. إيش صاير بعد؟ أيوة ليش هي آية؟ عشان بس هي طبعاً آية، لأنه الله في القرآن يقول ولقد آتيناك سبعاً من المثاني. سبع المثاني هي سورة الفاتحة سبع آيات، فبسم الله الرحمن الرحيم هذه آية تعتبر، تمام؟ طيب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة واجبة ولا مش واجبة؟ واجب. صح؟ لذلك سورة اللي يجي يصلي سواء إمام أو مأموم أو كنت فرد يعني لما تقرأ الفاتحة لازم تبسمل، تمام؟ سلام. الاختلاف بس اختلاف العلماء في الجهر بالبسملة، هل تجهر بها أو لا؟ في ناس قالوا إنه تجهر عادي يجوز، في ناس يقول لك لا تجهر، لكن البسملة أساس. بعضنا لاحظ كثير من الناس أما يصلي يكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين، تعتبر هذه ما هي فاتحة أصلا، لا فاتحة له لأنه ما قرأ آية وقراءة الفاتحة كاملة. فهمت الفكرة؟ وصلت الفكرة يا جماعة؟ بس حبيت أنبه على هذه المسألة، سواء كانت الصلاة طبعا سرية أو جهرية. السورة الثانية اللي هي مثلا بعد ما تخلص الفاتحة مثلا بقرأ سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ هنا قراءة البسملة اختلف فيها، بعضهم قالوا سنة بعضهم قالوا إن هي ما هي، لأن هي ما هي آية بس. فهذا حبيت يعطيك العافية. بس نبغى يعني مثلا نتشارك الأجر يعني في موضوع البسملة ولا باقي؟ لا برا خلينا نكمل. طيب في عشان أنا آسف. لا لأنه عشان نفس الحوار أنت كنت بتكمل أنت والله ما أدري كنت بتكمل كنت بتداخل فيها يعني. لا بس معلش أبو علي لا والله لكن أول شيء صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه. كلام أحمد جميل فعلا، البسملة هي آية من آيات الفاتحة. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنت إيه نعم تقرأ الحمد لله جهرا، وإن كنت في صلاة سرية تقرأ، لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعويذ. والبسملة ضروريات، يكتفى بالبسملة أنك ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا يكتفى مرة واحدة فيها. هذه كما قال. لكن في نقطة لاحظها على أغلب الأئمة أنه يكون عجل في قراءته، دع مجال بعد التأمين، دع مجال لمن بعدك يقرأ الفاتحة. يا سلام. أنا لو لاحظ بعض الإخوان اللي صلوا وراي يلاحظ أني أنا أخذ مساحة. أحسنت. قدر خمس أنفاس. إيه قدر خمس أنفاس، فهمت علي؟ منها أنا أرتاح واستعد قراءة، فهمت علي؟ ومنها المأموم يستعد أنه كنت قرأ الفاتحة فيركز فيما أقرأ. لكن بعض الإخوان عاطل آمين. طيب هنا نقطة على المأموم. البسملة سمعت من شيخ من المشايخ اللي أثق فيه وأثق في كلامه وعلمه أنه إذا ما قدرت تقراها حتى لو الفاتحة سرا تسقط عنك، الإمام يشيلها. كلامك جميل. ما في الإمام لكن حتى المأموم أنت لازم تقرأها بعد المأموم. خلونا بس نوحد الفكرة بس معليش اسمح لي أبو عبد الله. تفضل. هو فكرته الآن أنك مأموم مثلا أسامة صلى فينا خلص الفاتحة حلو، انا علي كمأموم اني اقرا الفاتحه واجب علي، فهمت الفكره؟ ان انا اقرا الفاتحه في سري، الامام اذا شرع في السوره اللي بعدها انا اقرا مباشره بسرعه، او انه هو يعطي زي ما قال مجال. هذا الاساس. ففارس اضافته بس انا عشان ارتب الكلام فقط، فارس اضافته انه في حال ما اعطاك مجال انه قرا بسرعه وخفت انك تتشوش او انه ما قدرت تقراها او جيت مثلا في مع الركعه فتسقط عنك، وهو لأنك معذور. أنا ما أستطيع أن أقرأ والإمام صوته عالي. في ناس يا أخي ما يعرف يتشوش. فهمت علي؟ عبد الله أنا منهم، أنا ما أقدر أقرأ. أنا فاهم. والصوت عالي فيسقط عنك لأنك معذور الآن. لكن الرجل يقدر أنه يقرأ، حتى يقدر يعني في ناس سبحان الله معطيهم ملكة أنه يفصل ما بين العالم الخارجي وما بين عقله، يقدر يسوي يقرأ حتى. فهمت علي؟ الشخص اللي يستطيع أن يفصل ويقرأ هو قراءة الفاتحة واجبة، تقوم الصلاة لقراءة الفاتحة. الله ينور عليك. هذا من نقطة الاتفاق، انه ترى في ناس كثير يحسب انه المأموم تسقط عن الفاتحة، انه فاتحته فاتحة الإمام. لا، في كل ركعة ترى فاتحة الإمام للإمام، وانت ما يخلص الإمام تقرأ فاتحتك. حتى بعض العلماء قال اذا انت ما استطعت انك تقرأ مع الإمام كان بيشوش عليك، اول ما يخلص قرايته قبل ما يركع تقرأها حدر بسرعة الفاتحة ثم تركع.
من يعني هذا الكلام من أهمية أنه أنت لازم تقرأ الفاتحة. فواجب على الإمام أنه أصلاً يترك المجال هذا. والإمام من جد لازم يكون عندهم الأئمة. لا تصح الصلاة إلا بفاتحة. الأئمة لازم يكون عندهم فقه. أنا خلصت يعني. مداخلتي تفضل أبو علي أنا خلصت عنده شيء بنفس الموضوع الداخل. غالباً مع غالب الأئمة تلاحظون تمام بس يمكن أحياناً تحصل في الصلاة اللي هي سنة يعني غالباً أشوف بعض الأئمة خاصة في رمضان في التراويح مجرد ما يخلص مستحيل يذكر الفاتحة بعد يدخل على طول في السورة اللي بعدها لأنه أصلاً هو مستعجل أو يبغى يخلص إيه خلص وعلى طول يدخل فيها فما يعطي فرصة وهذا فقه الإمامة ترى الإمام يكون عنده فعلاً في أشياء لازم الإمام يتنبه لها هذه النقطة ونقاط كثير في الصلاة أحسن. عشان المصلين وراء تفضل أبو علي معلش في نقطة أنا يعني من فترة لفت انتباهي الحمد لله ولكن ما كنا مركزين فيها من قبل خلكم صريحين اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله قسما بالله أنها تغير أشياء كثيرة في الإنسان قصدك الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله 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 أي حتى لو ما تقدر تقولها كذا يعني تتكلم فيها لا تتكلم فيها في داخلك يعني. أي فلا حول ولا قوة إلا بالله تغير أشياء كثيرة يعني سبحان الله يعني غير الصدقة غير كذا غير كذا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله الحالة تسوي شيء غريب في لها حديث قسما بالله تسوي أشياء غريبة مرة مرة يعني سبحان الله يعني كانت تفرمتك يا إنسان والله تسوي لك شيء غريب يعني في حاجة بتصيرك فجأة في حاجة تبى تسويها فجأة تسوت لك ما تدري إيش منها عارف ليش أي عارف ليه إيش معناها لو تفكر كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله إنك أنت خرجت من حولك وقوتك وسلمت أمورك كلها لله أنا لا حول لي في هذه الدنيا ولا قوة لي إلا بالله فأنت أعطيته كل شيء يا رب انت تولى امري هو يعطيك كل شيء بس باختصار يعني هي من كنز من كنوز الجنه ومن كنز تحت العرش لا كنز من كنوز الجنه ايوه بس في الظهر في حديث ثاني انها من كنز ما تحت ما ادري بس الماء ثابت تحت العرش فيه ايوه في حاجه في كذا ذكر معين انه جزاك الله خير يا ابو علي اظن 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 مباركه طيب جزاكم الله خير يعطيك العافيه نقطه اي بنقرا بس نقطه سريعه بما انكم ذكرتوا الفوائد هذه جميله والله برضو في فائده يوم قال ان بعضهم ما عنده قدرة أنه يفصل ما برضو في بعضهم ما عنده قدرة أنه يفصل ما بين صوته وصوت المأموم اللي بجنبه أصلاً هذه مشكلة ثانية هذه مشكلة كثيرة يعني موجودة في المساجد عند ناس كثير أنه يقرأ بصوت عالي يعني ممكن يقول مثلاً الحمد لله رب العالمين رحمه الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنت قلتك مثلاً قلتك في إياك نعبد وهو باقي مثلاً الحمد لله يا رب يلخبطك مثلها في السجود مثلها في الركوع بينك وبين نفسك اذا بترفع ارفع شيء بسيط لا تلخبط اللي بجنبك لابد انك تسمع لا تلخبط لان صدق بعضهم يخليك أيوة تعيد الدعاء لابد انك تسمع نفسك تسمع نفسك ما تسمع انا ليش قلت شيء بسيط ما تسمع جارك تسمع نفسك هذا هو اللي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يعني ايوه يعني شيء بسيط اللي انت تسمع لنفسك بس اسمح لي نقطه اخيره عشان لا تلخبط اللي بجنبك كان المساله الاخيره حق ابو عبد الله ترى لانه برضه في ناس لما قال تسمع بنفسك ترى يقرا الفاتحه بسره بدون حتى ما يحرك شفايفه فهذه ما تعتبر قراءه يعني مثلا انت خلصت الفاتحه وانك مأموم كذا قريت نفسي الفاتحه لا لازم تعرف فيها شفايفك تسمع فيها نفسك امس بسيط وابتغي بين ذلك سبيلا زي ما قال الله يسعدكم يا جماعه يكتب لكم الاجر يا رب فين وصلنا امس وجه اليمين بدايه صح حج واشرب حج واشرب معلومات فمن فرض فيهن اليمين ولا اليمين ولا اليسار هذه اليمين ايش هي؟ الحج الحج اشهر معلومات فمن فرض يمين لا ما قرينا ما قرينا ما قرينا يعني عندها